بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. هنحل النهاردة الامتحان رقم 10 معانا في كتاب المعاصر. هنفتح صفحة 50. عندنا ده شكل الإيميل طبعا، وأنا شرحت إزاي أميز ما بين القطع أو أميز ما بين الوثائق، إزاي أعرف إن دي خطاب ودي إيميل، وموجود الفيديو عندكم على القناة ممكن تسمعوه. مكتوب من أحمد أسامة لجان، والموضوع ديمونداغ عن بوستا، طلب وظيفة. مكتوب سالي مسيو لو ديريكتور دو ليسي لوي لو غران، يعني تحياتي سيد المدير مدرسة لوي لو غران. Je m'appelle Ahmed Osama. أنا اسمي أحمد أسامة. Je suis égyptien. أنا مصري. J'ai 27 ans. أنا عندي 27 سنة. J'ai obtenu une licence de langue française avec mention très excellente. يعني أنا حصلت على ليسانس اللغة الفرنسية بتقدير ممتاز جداً. أو إنه بسمع التقدير ده. En français، في اللغة الفرنسية. De l'université du Caire، من جامعة القاهرة. J'ai travaillé deux ans dans une école privée en Égypte. يعني أنا اشتغلت سنتين في مدرسة خاصة في مصر. J'ai obtenu en Égypte. Et j'ai une licence. J'ai eu une licence de travail en Suisse. وحصلت على تصريح عمل في سويسرا. J'ai une bonne connaissance de l'ordinateur. أنا على دراية جيدة بالكمبيوتر. Je serve sur internet. وأتصفح على الإنترنت. Aussi je parle bien l'anglais. وأتحدث جيدا الإنجليزية. J'espère travailler avec vous. أتمنى العمل معكم. Vous trouvez dans le mail une copie de mon CV ainsi que mon numéro de téléphone. J'attends votre réponse. يعني أنت هتجد أو حضرتك هتجد في الإيميل نسخة من CV بتاعتي وكمان رقم التليفون، وأتمنى ردك أو منتظر ردك. أحمد أسامة a eu une licence de travail، حصل على تصريح عمل في سويس طبعا اللي هي سويسرا. Le CV a été envoyé، مرسلين بواسطة ايميل طبعا. احمد اسامة a déjà travaillé deux ans، اشتغل سنتين. Dans une école privée، في مدرسة خاصة. احمد اسامة a 27 ans، عنده 27 سنة. احمد اسامة sa licence، حصل على الليسانس بتاعه في من جامعة القاهرة. de l'université du Caire، يعني من جامعة القاهرة. أحمد أسامة est en français. أحمد أسامة très excellent، طبعا ممتاز جدا، خارج بتقدير ممتاز جدا. القطعة الثانية ليندا c'est une fille intelligente، إنها فتاة ذكية. مدام نادين qu'est-ce que tu penses de ليندا، إيه رأيك في ليندا؟ c'est un bon élève، إنها تلميذة جيدة. هل هي تلميذة جيدة؟ elle travaille bien، هي بتشتغل كويس. فقالت لها بيان سور ال برون فاسيلمون اتوديو بيان، هي بتتعلم بسهوله وبتدرس جيدا او بتذاكر جيدا. مدام نادين قالت لها اي تالي اي الي تانت اي الي اكسيلونت ان انجلي، وهي ممتازه في الانجليزي. مادموزيل فاريروز قالت لها الفي بارفيتمون، هي بتعمل tous les exercices de français، يعني بتعمل بحرفية أو بقوة كل التمارين بتاعت اللغة الفرنسية. quand je pose des questions، عندما أوجه أسئلة. elle est la première à répondre، هي الأولى في الإجابة. en plus، فضلا عن ذلك. elle donne également la bonne réponse، هي تعطي دائما الإجابة الصحيحة. مدام نادين بتقول أليت غي انتليجنت، هي ذكية جدا. فمادموزيل فيروز قالت لها فرانشيمون، بصراحة إلي ترو بارفيت، هي رائعة جدا. اي توت ليزيليف ليزام بيان، وكل التلاميذ بيحبوها كتير. ليندا
ام لونجلي يعني انت بتحب الانجليزي طبعا. مدام نادين تروف كيلون لندا ايه تريز انتليجنت، ذكيه جدا. طبعا باقي الصفات دي بمعنى العكس، غبيه يعني. سي ديالوج هذا الحوار، اوليو انتر حصل ما بين، طبعا ما بين دو بروفيسور اتنين مدرستين. لندا في بارفيتمون تعمل كاملا كل التمارين بتاعه اللغه الفرنسيه. مادموزيل فيروز بروفيسور دو فرونسي مدرسه فرنساوي. ساتسين اليو هذا المشهد حصل طبعا في المدرسه، هنا او ليسي في المدرسه. سؤال المواقف، لو جارسون فو بريزونت ان ريبا ايل فو دي، يعني الجارسون بيقدم لك وجبه، فهو بيقول لك بون ابيتي، شهيه طيبه وبالهنا والشفا. طبعا هناخد رقم بي. فو شوازيسي ان جيب مي لا تاي بيتيت، فو ديتو فوندير، انت اخترت جيبه ولكن المقاس بيكون قصير، فبتقول له سي سيري، دي ضيقه ولا واسعه ولا طويله ولا كبيره جدا، هقول له ضيقه طبعا لان المقاس صغير. فو فولي اشيتيغ دويل، انت عايز تشتري زيت فبتروح السوبر ماركت. لو بياتون فو ديموند لير، يعني البياتون اللي هو المار بيسالك عن السعه، هو بيقول بيسالك، شوف بيسألك، فعلى طول هاخد الحاجة الوحيدة اللي قدامي اللي فيها سؤال اللي هي فوزا فيلور. فوزي مي لا كوزين، انت بتحب المطبخ. فوزا لي ان في دو جوزي، ورايح حفلة تنكرية، فبتقول جي في مي دو جوزي ان كوزونيير، انا هتنكر في شكل طباخ. في رقم 18، ايوه فوتر امي صديقك، فوزان توروج سور لي زيكيبمون دي بادمنتون، عن معدات كورت ريشه. فانت طبعا لابد تدور على كلمه فولون اللي هي الكره الخفيفه ودي راكيت. فوزيت شي لو ميديسان، انت عند الطبيب. ال فو دي هو بيقول لك كلي فوتر بروبليم، ايه المشكله بتاعتك، انت عند الطبيب وهو اللي بيقول لك، فبيقول مشكلتك ايه، ايه اللي فيك يعني مريض. في رقم 20، فوز دي فوتر ميرا لا ميزون، انت بتساعد والدتك في المنزل، فبتقول جي في لا فاسيل، انا بغسل الاواني. فوز انديكي ا فوتر بيتي فرير لو ليو دون لاكيل لانيون في، يعني انت بتشير لاخوك الصغير مكان اللي بيعيش فيه الحمل الصغير الخروف، فهو بيعيش في البرجري طبعا، فهناخد اول واحده. فوزيت ان جارسون انك، انت ولد وحيد، فبتقول انا ما عنديش طبعا اخوات، جوني با دو فرير، ما عنديش اخوات. الجمله اللي بعدها فوتر ماري مالاد، والدتك مريضه. الفو دي هي بتقول لك، الفو دي بتقول لك فا فير لي كورس، اذهب للتسوق. الجمله اللي بعدها بتقول فو ديموندي ا ان فرونسي لو نومبر دو ريبا كول برون بار جور، يعني انت بتسال واحد فرنسي عن عدد الوجبات اللي بتناولها يوميا، هو بيقول لو بيتي دو جونير لو دو جونير لو غوتي لو دينار، يبقى هي الاخيره لان هم بيتناولوا اربع وجبات، واحنا درسنا الموضوع ده مع بعض. ان كوا سون لي شوسيت، خدنا اون هنا طبعا ليه، عشان اللي بتسال على الماده الخام، معناها من اي شيء تكون الشرابات، واحنا اتعودنا الماده الخام بتسبق باون، يبقى اون كوا. مون اونكل فا فواياجير اون، اون هنا طبعا لندن دي مدينه بتاخد حرف الجر ا، ايتازوني دي جمع طبعا بتاخد او اللي فيها اكس، كان دي مدينه هتاخد ا، يبقى ما فيش الا قاره هي اللي بتاخد اون هنا في الاختيارات اللي قدام. كونفاتي او سكات بارك، قال له جينيفي، ها انا لا اذهب اليها. طبعا احنا عارفين ان كون بتتنفي بكلمه جامي. تيا كومبيان دو كايير، يبقى تيا شيتي، طبعا احنا عارفين ان كومبيان دو ممكن تاخد تبعيه مع افوار، بس لو جت قبلها، يعني لو جت في اول الجمله قبل افوار، لكن لو جت بعدها ما
ما بتاخدش تبعي. فيرم لا فيناتر، اغلق الشباك. كارليا دي موستيك، لانه يوجد موستيك دي اور، يعني بعوض في الخارج. دي اور يعني في الخارج. بور كاريزون فو بيردي، طبعا هنا كلمة بيردي يعني يخسر، لأي سبب خسرت المباراة، وهنا بيردي اسم مفعول، يبقى أنا محتاج قبله اتر أو افوار. طبعا احنا هناخد افوار لأن بيردي مش من ضمن الأفعال 14 ولا هو فعل ذو ضميرين، يبقى ناخد قبله افوار لأن ده ماضي مركب. شادي برون لوبيس، خد الأوتوبيس. احنا عارفين إن فيرب بروندر ما بياخدش حرف جر، هو أتوندر وكوندوير وإتليزي. جي تروف سات أنوراك تري بو طبعا هنا بوصف كلمة أنوراك وده مذكر، يبقى هختار الصفة المذكر معه. هاجر يارا، هاجر ويارا، يبقى ده منادى جمع. فوزيت ان ريتارد، يبقى دي بي شيفو، اسرعوا انتم متاخرين، اسرعوا انتم متاخرين. اوبيتال بلان دو فيزيتور، يعني هذه المستشفى مليئه بالزوار. طبعا هاخد سات لان اوبيتال اسم مذكر مبدوء بحرف متحرك او موضوع باش صامته، تعامل معامله الحرف المتحرك. فوبريني كل مويون دو ترانسبور بورون تري شي، طبعا بعد شي انا محتاج ضمير توكيد، الوحيد ضمير التوكيد هنا فو، طبعا احنا واخدين بالنا بيقول هنا vous prenez quel moyen، يعني انتوا بتاخدوا اي وسيلة مواصلات للعودة عندكم او في منازلكم. في الجملة اللي بعد كده en janvier، في يناير، on à la montagne، on skate، طبعا بنتزحلق على الجليد لان يناير ده في الشتاء. le sucre est mauvais بور سانتي، طبعا هي موفي هي اللي هختارها الوحيد عشان هي مذكر ولو سيكر مذكر، فانا هختار كلمة موفي هي اللي مناسبة، اما باقي الصفات فهي مؤنث عندنا. داكور جو في فينير، انا هاخد طبعا تصريف يسمح لي ان انا اخد مصدر فعل ويكون متصرف مع جو. طبعا التصريف اللي متصرف مع جو هو سوي وفي، انا عارف ان سوي بيجي بعدها اسم مفعول، اما في ده تصريف فيرب الي زائد مصدر فعل، ده تكوين زمن المستقبل قريب ومناسب للجمله تمام. كاليل ريزون، كلمه ريزون طبعا مسبوقه بلا، يبقى مؤنث، تبقى هتاخد كل. اما الجمله الاخيره مون جرون بير جاد دي ام بكول فري فري، يعني بيحب الفاكهه الطازجه ايلو ليجيم والخضروات فير الخضراء، فير الخضراء. طبعا كلمه ليجيم هنا مذكر وجمع، يبقى جمع مذكر، يبقى هتاخد فيري الاخيره، ونشوف الامتحان اللي بعد كده بيقول لنا ايه ونحله مع بعض. ناخد مع بعض الامتحان رقم 11، بنقوله باسكال اي انيماتور او سنتر كالتيرال، يعني باسكال بيكون مقدم برامج في مركز ثقافي. باسكال اتروفي ان ترافاي، يعني وجد عمل دون زان سنتر كالتيرال أباري، في مركز ثقافي بباريس. سيلفا ترافاييه، وسوف يعمل مرتين اسبوعيا، يوم اللوندي يوم الاثنين اي ميركوردي والاربعاء. الفا انيمير، هو هيقدم ورشات للكتابه، ورش كتابه يعني دو كريتير اتيليير الورشه. سيتين سورت دو كلوب، ده نوع من انواع الشله او المجموعه، حيث الشباب بياتوا بور لو بليزير للسعاده، اي بور ابروندر والتعلم. باسكال ام بيان ترافاير، باسكال بيحب جدا العمل مع الشباب. اي لو تروف سامبا، هو بيجدهم لطاف وديناميك وحيويين. اي بلان دو دي، ومليئين بالافكار. اليا سي ديز اتيليا دو تياتر، في ورش للمسرح للمطبخ. اي دي دانس، والرقص. دي ميوزيك، والموسيقى، اتسترا الى اخره. اليم بيان اوسي ترافايور دون لي سنتر كالتورال بارسكو il y a beaucoup de sortes d'activités، يعني هو بيحب ايضا العمل في المراكز الثقافيه لان في انواع كتير من الانشطه. باسكال ترافاي دون اباري، بيشتغل في مركز ثقافي طبعا سنتر كالتيرال، دي اول جمله. بالنسبه لباسكال الشباب بيكونوا لطاف ومليئين بالافكار بلان دو دي. ان يابادو دون سو سنتر، يعني لا يوجد في هذا
الاتيليير. هو ذكر عندنا ما ذكرش الاتيليير دو فوتو، ما فيش تصوير، ما فيش ورش للتصوير. الاتيليير سي تان سورت دو، ده نوع من انواع التجميع او النوادي يعني الكلوب. طيب ليز ادو فون او اتيليير بور ابروندر اي بور بليزير، يعني للتعلم وللمتعه. دايما لما بلاقي كلمة سيلمو كده بحس ان انا هستبعدها، بس اتأكد طبعا من الغلط. باسكال فا او سنتر كالتيغال دو جوغ بارسومان، يعني يومين في الاسبوع. بالنسبة للقطعة التانية عندنا لي بو مومون دو لاني ان فرانس، يعني اسعد الاوقات في السنة او اللحظات في السنة في فرنسا. مكتوب عندنا طبعا لاني كومونس باغ لو بريمير جانفيير، يعني السنة تبدأ بالأول من يناير. سي لو جور دو لان، ده طبعا راس السنة. اون ترافاي با اي تو لو موند سي سويت لا بون اني، احنا ما بنشتغلش وبنتبادل الاماني بالعام الجديد. اون مارس في مارس لي زاربر كومونس ا فلوريا، يعني الاشجار بتبدا في الورد، يعني بتطلع ورد. لو برونتون اريف، والربيع يصل. لو فان تيان جوا، يعني 21 يونيو. سي لو بريمير جور دو لتي، ده اليوم الاول من الصيف. سي تو سي لو جور دو لا فيت دو لا ميوزيك، وده بيكون اليوم برضو عيد للموسيقى. Les Français sortent dans les rues pour jouer de la musique au piano, pour écouter des concerts. الفرنسيين بيخرجوا في الشوارع للعزف الموسيقى وأيضا لسماع الحفلات. En juillet في يوليو، il y a le tour du Caire، يوجد tour de France، يوجد جولة لفرنسا. C'est plus importante compétition cycliste du monde، دي بتكون أهم منافسة لسيكليست للدرجات في العالم. دي مليون دو بيرسون، ملايين الأشخاص فون سيغ لوري دو تور دو فرانس، بيسيروا على شارع برج فرنسا أو جولة فرنسا. بور أنكوروجيغ لكوري، لتشجيع المتسابقين. نقط اون اورجانيز لا تور دو فرانس، يبقى قلنا ان جوي، ان جوي في يوليو. لو دو كومون بريزونت لي بون مومون دو لاني ان فرانس، في فرنسا طبعا الاوقات السعيده او اللحظات السعيده في فرنسا. لي زاربر كومونس ا فيلوري، يعني الاشجار بتبدا في الازهار في الربيع طبعا او برينتون. لا تور دو فرانس، لو تور، لو تور دو فرانس يعني الجولة بتاعت فرنسا دي او السباق بتاع فرنسا، ده مسابقة درجات، يبقى كومبيتاسيون دو سيكليسم. اللي بعدها بور انكوراجيغ، لتشجيع لكورير المتسابقين في دي تور دو فرانس. اون فا، نحن نذهب سيغ لروت، على الشوارع او على الطرق. لو جور دو لا، يعني يوم راس السنه. سي لو بريمير جونفيير، ده الاول من يناير طبعا، دي راس السنه عندنا. تعالوا على طول نطلع على المواقف. بتقول فوتر بير فو دي موند، يعني والدك بيسالك كاسكو سي، ما هذا؟ واحنا عارفين انه كاسكو سي طالما في ابوستروف بعد اس، بعد يعني ما بين كو واسك، يبقى دي بتسال عن حاجه غير عاقل عندنا، فهدور على غير عاقل هنا وهقول سيتين جيتار، انه جيتار، يبقى هدور على حاجه غير عاقل. والدك بيسالك وانت بتقول فوزيتو ماجازان دي شوسيغ، انت في محل ملابس. فوديتو فوندي، انت بتقول للبائع طبعا، بتقول للبائع جي شوس دو كارونت، يعني انا مقاسي او بقيس 40، مقاسي بيبقى 40. فوديت، انت بتقول جو في او بارك، انا بذهب الى حديقه الملاهي اتراكاسيون. بور بروندر، لكي تاخذ لو تران دومين، قطار الفحمه او قطار الموت. فوتر مير، والدتك اي ميدسان، بتكون طبيبه، والدتك طبيبه. فوديت، انت بتقول ال ترافاي دون زان اوبيتال، هي بتشتغل في مستشفى. فوتر مي، صديقك.
نيم با مونتيغ شوفال، واحنا فاكرين الفيرب مونتي طبعا بياخد حرف الجر دون مع وسائل مواصلات وبيجي بعده اداه، وحرف الجر طبعا مع كلمه شوفال. فصديقك ما بيحبش ركوب الخيل فهو بيقول انا بخاف من الحيوانات. انا بخاف من الحيوانات. الجمله اللي بعدها بتقول فو دي موندي فوتر امي، انت بتسال صديقك لو باساج بياتون، الباساج بياتون ممر المشاه سيكوا، فبتقول سيتان ريبور لو بياتون، انه شارع للمار. الجمله اللي بعدها رقم 19 فوزيت اوريون بان، انت في قسم المخبوزات، فالبائع بيقول لك كم بيادو كرواسون فوليفو، يعني كم كرواسون انت تريد. ده طبعا البائع هو اللي هيقول. ناخد المواقف مع بعض. سؤال رقم 21 فوترامي، صديقك بيتحدث اثناء الدرس، فانت بتقول له سوا اتانتيف، يعني كن منتبع. vous avez mal au ventre، يعني انت عندك الم في البطن. votre mère vous dit، يعني والدتك بتقول لك. ne mange pas trop de bonbons، يعني ما تاكلش كتير من البونبون. طيب بعدها vous demandez à votre ami، انت بتسال صديقك quelle couleur il préfère، اي لون هو يفضل. il dit، هو بيقول j'aime le violet، انا بحب اللون البنفسجي. votre ami، صديقك vous indique، بيشير او بيحدد l'activité de l'entraînement، نشاط المدرب. il dirige le match ولا il entraîne les joueurs، طبعا هو بيدرب اللعيب. اللي بعدها لروب ايتافو، الفساتين بتاعتك، تقول اليتاموا، هي بتاعتي. نعم اليتاموا. نو نتروفو، نحن لا نجد. نو نتروفو دو بونبون دو بون ارتيكل دون سو ماجازان، يعني نحن لا نجد، طبعا هناخد با هنا، لا نجد سلع جيده في هذا المحل. طبعا خدوا بالكم ان هنا مش هاخد بيرسون ولا ريان. طبعا ريان لو ما فيش كلمه بون ارتيكل، وطبعا بيرسون مش مناسبه في الجمله، ان مش هقدر اخدها، ففاضل با طبعا. ليزار بيرد، يعني الاشجار بتفقد كل اوراقها. كلمه ورق هنا دي مؤنث، فهناخد توت طبعا عندنا عشان ده جمع مؤنث. الجمله اللي بعدها بتقول نو وبعدين دي كورس و نوزا لو افوار انفيت، احنا عندنا حفله. طبعا لو لاحظنا ان الجمله الثانيه في المستقبل، فهنحط الجمله الاولى برضو في المستقبل. نحن سوف نتسوق عشان عندنا حفله، فهناخد الجمله اللي قدامنا دي. الاوتوبيس لوبيس نوميرو 28، الاوتوبيس رقم 22 فير لا بلاس، فطبعا بيتجه ناحيه الميدان. افونس يتقدم ناحيه، يبقى هناخد افونس، بحيث هي بيجي معاها اسمها ايه دي، افونس بتيجي معاها فير دايما لاماكن. الزون كيتي لا روسي، يعني هم تركوا روسيا، طبعا هنا ماضي فهتبقى اليا، لان هنا ماضي مركب. طبعا كومون تي تروف لورانج، كيف تجد البرتقال، فهنقوله جو لا تروف ديليسيوز، يعني انا شايف ان هو لذيذ، فهناخد كلمه ديليسيوز عشان انا بتكلم عن البرتقال وهو مؤنث. لا فيوند، اللحمه اي بلو شير كو لو بولي، يبقى هناخد شير هنا للمؤنث، لان انا بوصف كلمه لحمه. جي وبعدين لا ميوزيك بور لا فيت دو مون كوزان، يبقى جي انستيلي، انا هشغل الموسيقى. جي انستيلي، لان كلمه مي كوب دي طبعا مش هتنفع، هنا عندنا فيه افوار فدي مش نافعه. جي في، انا باخد انستيلي يعني اشغل الموسيقى، اشغل الموسيقى، المعنى هنا بيبقى واضح قدام.
الجملة اللي بعدها ألي رونتري شيزال، يعني هي عادت عندها. ألي مال ألا تات، هي عندها ألم في الرأس. طبعا كلمة تات رأس دي مؤنث، وإحنا ناخد لها ألا. ستروب كوت كومبيان، يعني بيتكلف كام. مع كوت دايما باخد كومبيان. بوري ترانفورم عشان تبقى في الفورمة. تي دوا مانجي ام بيتي ان جرا كونتيتي، عايزة مؤنث يبقى هناخد لها ام بيتيت. الجملة اللي بعدها سو بارك مانيفيك، يعني هذا البارك رائع، الحديقة دي رائعة. اون احنا هنتنزه اون فامي في العيلة في البارك طبعا، يبقى هناخد جريج هننزه فيها. كاسكيل في بور فير دو جاتو، كاسكيل فو يبقى ماذا يلزم، ماذا يلزم لعمل الجاتو. لو ديمونش يوم الحد، لو فرونسي انفيت لير زامي، يبقى لير فيها اس اهي عشان ده طبعا لي فرونسي، بتسوي ضمير ايه لافيك اس، بتاخد طبعا ايه لير ولير ولير اللي فيها اس في الاخر. ما كوزين بنت عمي اي موا افون باسي لا جورني، طبعا هنا هناخد باسي مش واخده تبعيه، لان فيرب باسي سبق بافوار، فمش هياخد تبعيه هنا في الجمله اللي هي قدام. هنحل مع بعض الامتحان رقم 12، وده حل سريع كده طبعا، لو في اي كلمه ولا حاجه هنحاول نوضحها اهو. الحل سريعا مع بعض.